نائب سياسي إطاري، شنو هوايتك؟ قل له جمع الكراسي. بالنهاية يعني هاي هوايتهم، ايش قد يجمعون كراسي يعني يقعدون بالليل ويقولون ايش قد عندنا الوزاره الفلانيه، ايش قد زين هذا الوزاره الفلانيه ايش قد جاب دخل اليوم تالي الليل يعني. اسمح لي بس اسمح لي، لا لا بتحكي لك بس خليني احكي لك، بس خليني احكي لك. يعرف ما تحمل اتهامات شنو يا عزيزي؟ عندنا يعني يطلع واحد ويتهم، انا جاي اتهمك تطلع تقول كذي باتهامات لا دافع عنهم ولا استاذ عباس. بس انا اقول علينا ان نحترم المؤسسات يا عزيزي، خليهم هم يحترموا المؤسسات، مو احنا نحترم المؤسسات. ليش محترمين؟ اي طبعا شلون ما محترمين؟ شو مجلس النواب؟ شنو مجلس النواب؟ مجلس النواب انتهى يا عزيزي، ما له وجود، محكمة الاتهام انهته. ليش؟ ما النظام الداخلي يفرض وجود الرئيس، محكمة الاتحاد قال لك لك ما مفروض. يلا كان عطل مؤسسة، بس اسمح لي، بس اسمح لي، ما له علاقة عندي دستور. انا شنو عطل؟ عندي نظام داخلي شنو عطل؟ باكر عقبه هم يصير عندهم مشكلة يراسل الوزراء، يقول لك والله رئيس الوزراء لا يلا جيبوا النائب خليه يحكم. مشكلة يتلاعبون بكل شيء الجماعة، يعني ما عندهم، ما عندهم خطوات حقيقية لتطبيق الدستور. حتى قضية الاستجواب كل الوجه شو دي تعال خذ لك عقد وروح تركض وراي على استجواب، شو تريد تستفاد؟ هي هاي القصة صفقات، هي هاي القصة. لكل مقاولين أنا أسمي العراق حاليا مكتب مقاولات كبير، والعباس أبو فاضل مكتب مقاولات كبير. وإذا قال أخي مو عيب، أنا قال حرامي؟ أنا ما اتهمت مقاول. يعني أنا هسه أريد أدخل بمقاولة أخذ من عندكم دولة القانون مثلا فد مليون دولار من زاد العملة، حرامي يعني مثلا؟ شلون تاخذ؟ شلون يعني يعطوني؟ شلون يعطوني؟ ما عندي يعني يعطوني، يقول لي أنت حصتك مليون دولار. والله أنا حرامي؟ مليون دينار ما نعطيك. يعني شنو ذنب المواطن يجدي؟ يعني ليش هو يخلي جدي؟ غير هو المفروض غاندي. هم اجوا شوف شوف والله انتخابات شو مصروف يعني هاي وزاره العمل، وزاره العمل اعطت رعايه اجتماعيه خير الله. عيشوا بهن انت وانطونا مالاتكم، عيشوا بالرعايه، اخذ راتب رعايه انت والسيد المالكي وانطينا المليارات. لا لا حقيقه بالنسبه للعراق هسه اي عراقي يروح لاي واحد راتب رعايه، قال له تريد راتب رعايه لو تريد مثلا فد عقد بمليار، يقول لك ها لا اخذ الرعايه يعني انا متعتب. اما يعيش بكرامه او حرامي، شو هالمنطق هذا؟ قال حرامي؟ اي طبعا انا اقول حرامي. لا لا ابوي انا اقول لا حرامي. لا تجاره لا عزيزي. هذا الاقتصاد. خليني اقول لك، خليني اعطيك ثابتا من ثوابتنا، اللي سمسر حرامي. سفير امريكي سمسر. هاي مشكلتك انت، روح احكي وياه. انا ما بلا سخافه السمسر. لا بالمحصله يا عزيزي انا جاي اتكلم لك الواقع، انت من تقول لي اقتصاد، تقول لي استقرار سياسي، برباره ليه حكيت؟ قالت شو على ذنكم بصل؟ اكو استقرار سياسي. مربارة ليفت جت العراق وحكيت، قالت مو من حقكم ان تقوضون هذا النظام الاستقرار السياسي. اول زينه مو زينه؟ لا لا اول من اطلق مفرده الاستقرار السياسي السفيره الامريكيه مربارة ليفت. وبعدين اجى مستشار الامن القومي قال بابا احنا فرضنا الاستقرار السياسي عن طريق التهديد وعن طريق الدبلوماسيه. شنو الدبلوماسيه؟ العمل الاقتصادي. وروح تجربه افغانستان وروح شوف انه شلون جابوا امراء الحرب وخلوهم يدخلون مع كرزاي عن طريق التعامل الاقتصادي. حسب المحصله شنو النتيجه؟ بالنتيجه شنو اكو استقرار؟ لا لا ماكو استقرار. لا لا والله هذا كل اللي لا لا ماكو استقرار. اكو مدارات للسلطه الجماعه، شوف قلت لك ينظرون عندهم من هواة جمع الكراسي. مدارات للسلطه بالنسبه لهم اذا مثلا يضمنون السلطه مثل صدام حسين 100% ليصير القصب بفلس.